حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح وجود قوى في السوق تحاول الحصول على الدولار خارج الآليات الرسمية. قال صالح إن المشكلة الأساسية تكمن في الفوضى الموجودة في السوق الموازية وعدم السيطرة عليها ومكافحة النشاطات غير الشرعية بتهريب الدولار وتداوله، فضلاً عن التهريب الضريبي أو التهرب الضريبي والجمركي. قال النائب حسين حبيب إن اعتقال المضاربين والتشديد في آليات منح الدولار إجراءات تبقى محدودة، وأوضح النائب حسين أن المعالجة تأتي من خلال تفعيل المصانع والمعامل لسد حاجة الأسواق وتقليل تصدير الدولار إلى الخارج، كون نسبة استيرادات العراق بلغت مستوى الذروة بسبب غياب الإنتاج الوطني، ودعا إلى إجراءات أكثر حزماً وأكثر جدية للسيطرة على سعر الصرف. أثار قرار البنك المركزي العراقي بشأن السماح باستيراد النقد الأجنبي من الخارج أثار العديد من المخاوف، أهمها خلق مضاربين جدد يقومون بإدخال الدولار الأمريكي ثم يقومون ببيعه بالسعر الموازي. هذا وأوضح خبراء اقتصاديون أنه بموجب هذا الإجراء أصبح بإمكان أي جهة أو مؤسسة تريدها حوالات من خارج العراق التخلي عن استلام الحوالات بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي وشحن أموالها بالنقد الأجنبي جواً ودفع كلفة النقل والتأمين ومن ثم استلامها حين وصولها إلى العراق. قالت شركة دي إن أو النرويجية إن شركات النفط العالمية العاملة في كردستان العراق لن تنتج نفطاً لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار. وأضافت الشركة أن أعضاء أبيكيور الستة وهي واحدة منهم لن يستأنفوا التصدير عبر خط الأنابيب حتى يتضح كيف سيحصلون على مستحقاتهم التعاقدية من النفط الذي بيع وسلم بفعل للتصدير، وعن المبيعات المستقبلية لتصدير هذا النفط، مشيرة إلى أن الديون المتراكمة على كردستان العراق والمستحقة لها عن مبيعات نفط سابقة في عامي 2022 و23 تجاوزت 300 مليون دولار. قالت منظمة ستوبا الاقتصادية إن واردات كردستان الداخلية تناهز واردات جميع المحافظات العراقية الأخرى، داعية إلى تقليل نسب الرسوم والضرائب تجنباً لهجرة أصحاب المهن. وقالت المنظمة إنه بحسب تقرير بشأن تحصيل الإيرادات فقد جمعت 15 محافظة عراقية قرابة تريليوني دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، لكن كردستان العراق جمع مبلغاً مقارباً من واردات كافة المحافظات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.